أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گھر میں امن اور سکون کا وظیفہ. معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن اور سکون رہے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے گھر میں نہ ہوں، گھر میں امن ہو، سکون ہو، تو آپ ان دو صورتوں کو صبح و شام سات سات مرتبہ پڑھ کر اپنے گھر پر دم کرتے رہیں. انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے گھر میں امن اور سکون رہے گا. وہ دو سورتیں یہ ہیں، سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له